تلقي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال بين الرئيسين تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتأكيد الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، كما تم تناول الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط وخاصة الحرب في قطاع غزة، حيث ناقش الرئيسان تطورات الجهود الجارية للتوصل لوقف إطلاق النار الإنساني بهدف حماية المدنيين وتبادل المحتجزين والرهائن والأسرى وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وبما يدفع في اتجاه خفض التوتر وإنهاء الأوضاع الراهنة. أشاد الرئيس الأمريكي بالدور المحوري الذي تقوم به مصر وجهودها الإيجابية على جميع المسارات ذات الصلة بالأزمة الحالية، مؤكدا تقدير الولايات المتحدة للمواقف المصرية الداعمة للاستقرار في المنطقة، ومؤكدا دعم الولايات المتحدة لجهود مصر الدؤوبة لإنفاذ المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة. أستاذ رفعت، هذا الاتصال جاء بعد فترة من توقف الاتصالات، أو يعني بالتأكيد الشأن الداخلي الأمريكي في أحداث كتير، وأيضا جاء هذا الاتصال بعد ما تابعناه بالأمس في محكمة العدل الدولي. نعم. ولا أعلم ولا يعني وأستشعر، خليني أقولها، أنه لما الرئيس الأمريكي جو بايدن دائما أو عامة الولايات المتحدة تتصل بالرئيس المصري، يبقى خلينا نقولها بلغة درجة هي في زنقة ومش عارفة تخرج منها. ده صحيح. فدايما بتلجأ إلى مصر. كذا مرة في الهجوم على غزة كانت بتلجأ إلى مصر، وبعد ما تتحرك وتعمل كل اللي هي عايزة تعمله وتهمش دور مصر شوية وترجع دور مصر شوية وكل اللي تلجأ إلى مصر في الآخر. هل الآن الولايات المتحدة وإسرائيل، أنا حطهم الاثنين في خندق واحد، في مأزق وعايزين مصر تتدخل بشكل ما لكي تحلحل المسألة بعض الشيء؟ نعم، هما كلاهما في مأزق، لأن هما كلاهما في سلة واحدة في هذه الحرب، وتأييد مطلق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في مقدمة الدول لإسرائيل لما تفعله حاليا في حرب غزة. لكن زي ما حضرتك أشرت، بالنسبة لقرارات محكمة العدل الدولية أمس، وضعت إسرائيل وضعت الولايات المتحدة فعلا في مأزق. لكن الولايات المتحدة ما زالت وإسرائيل مصران على استمرار عمليات القتال ضد الفلسطينيين في غزة حتى الآن، كما صرح بنيامين نتنياهو أمس. نعم. الولايات المتحدة الأمريكية حتى زي ما حضرتك أشرت في الخبر، واتصال بايدن بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبته بالتدخل لمصر لإقناع حركة حماس والفلسطينيين بالعمل على هدنة إنسانية وليس وقف إطلاق النار، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الوحيدة التي تستخدم حق الفيتو حتى الآن في مجلس الأمن لمنع إصدار قرار بوقف إطلاق النار بالنسبة لهذه الحرب. ومن هنا بدأ الرئيس بايدن يحاول يتواصل سواء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أو مع أمير قطر للضغط على حركة حماس أو الفلسطينيين لمجرد القبول بهدى الإنسانية. على الجانب الآخر فعلا بالأمس كان في اتصال ما بين أمير قطر ورئيس جو بايدن. على الجانب الآخر الفلسطينيين طبعا قلت هدى إنسانية، تم وكانت عمل هدى إنسانية قبل كده لإدخال مساعدات، لكن بدأت إسرائيل تستمر وبشكل أعنف من ما بدأته في الحرب ضد غزة. إذن ليس الهدف هو عمل هدى إنسانية لإدخال مساعدات، لكن الهدف الأساسي هو وقف إطلاق النار ووقف الإبادة الجماعية، كما تم طرح الموضوع أمام محكمة العدل الدولية أمس في أحكامها. وأيضا بالنسبة للاتجاه بشكل صحيح وحسيس لحل القضية الفلسطينية على أساس الدولتين، والإتاحة الفرصة لسكان غزة بعد إدخال المساعدات الإنسانية لهم أن يعودوا إلى شمال القطاع ووسط القطاع بعد أن تكدس معظم سكان غزة في ما يساوي 20% من مساحة غزة في الجنوب. صحيح. وبالتالي هي محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية ليعني حفظ ماء الوجه أمام ما حدث في محكمة العدل الدولية، وعلى أمل أن يعني يتم
عمل هدن إنسانية بس إطلاق جميع الرهائن والأسرى الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين وخلافه، لكن أعتقد هذا الطلب لن يجدي لأن إسرائيل ستعود مرة أخرى لاستمرار حربها على قطاع غزة.